رحل الملك يا برازيل، رحل بيلي وسط حزن كبير جدا في البرازيل اللي محدش فيها يقدر يتوقف عن البكاء بعد رحيل الملك. لو بتحب كرة القدم يبقى أكيد هتحب بيلي. معانا هتسمع حكاية أعظم لاعب برازيلي على مر تاريخ كأس العالم. إدسون أرانتس دو ناسيمينتو ده الاسم الحقيقي لنجمنا النهاردة، بيلي اللي ما كانش عاجبه اللقب اللي حصل عليه واللي مشتق من كلمة بيرولا نيجرا ومعناها اللؤلؤة أو الجوهرة السوداء. موهبة بيلي الخارقة أجبرت البرازيلي في سانتي فيولا على ضمه وهو لسه ما كملش 18 سنة في قائمة البرازيل لكأس العالم 1958 عشان يكون أجمل مفاجأة للشعب البرازيلي اللي كانوا لسه بيدوروا على البطل اللي يقدر يحقق لهم الحلم، أول لقب في المونديال. سجل بيلي 6 أهداف في أول ظهور ليه في كأس العالم، كان أصغر لاعب يسجل ويتوج باللقب في الوقت ده، كان لسه عنده 17 سنة بس، لدرجة أن المدافع السويدي سيجي بارلينج قال بعد الماتش أنه كان عايز يسقف لبيلي بعد الهدف الخامس تحية لي. البطولة اللي بعدها في 1962 الحظ عاند بيلي، ورغم أنه سجل في أول مباراة لكن تعرض للإصابة وما قدرش يشارك في البطولة بعد كده، لكن منتخبه حقق اللقب علشان القدر يعوضه عن الغياب، وتكررت الإصابة في 1966 وخرج منتخب البرازيل من الدور الأول، لكن بيلي رجع أقوى في النسخة 1970. بيلي خد بطار البرازيل من الكل في البطولة دي، وتحديداً أوروغواي في نص النهائي، ثم إيطاليا في النهائي بعد ما سجل وصنع أهداف عشان يخرج محمولاً على الأعناق، بس المرة دي مش على نقالة زي البطولات اللي فاتت، لكن على أكتاف المشجعين والمحبين عشان يبقى أكتر لاعب كسب كأس العالم 3 مرات، رقم محدش قدر يكسره لحد دلوقتي. بيلي اللي صارع المرض اللعين في آخر أيامه ما قدرش يبعد عن مملكته، فكان دايماً حريص على متابعة مباريات البرازيل في كأس العالم. رحل الملك بيلي، لكن ساب وراه تاريخ كبير وبطولات مهمة لن تنساها الجماهير. وداعا يا بيليه.